بعض في رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس. هنقرأ من عدد صح واحد من عدد 3 لعدد 7. مكتوب: مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح، كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قدسين وبلا لوم قدامه في المحبة. السبق فعيننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه حسب مسرة مشيئته، لمدح مجد نعمته التي أنعم بها علينا في المحبوب، الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا حسب غنى نعمته. تعالوا بينا نرفع عينينا كده وإحنا بنبارك اسم الرب الذي اختارنا في المسيح يسوع قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة. يا رب بنباركك، بنباركك لأن لينا الفداء في شخص الرب يسوع. مبارك اسمك. عظم الرب لأجل عمل الصليب، لأجل الفداء ولأجل القيامة. مصدر كل افتخار لينا النهاردة وإحنا بنعلي ونبارك يسوع المقام بين الأموات. نكرم اسمك يا رب في هذا اليوم. مبارك الله أبو ربنا يسوع الذي باركنا بكل بركة، كل البركات لينا في المسيح يسوع. مش كده نقف بثقة البنين وإحنا بنعلي ونبارك اسم إلهنا، نقول له ليك المجد يا رب، ليك العظمة، ليك الشكر، ليك السجود، ليك العبادة. دعونا نعبد الرب بكل القلب، دعونا نقدم القلب والكيان أمامه. هيا قلبك كده النهاردة عشان تيجي تعبد النهاردة. إحنا جايين نعبد الرب، مش جايين لأي حاجة تانية. يا رب جايين نعبد ونعلي ونعظم اسمك، جايين نسجد أمامك، جايين نسجد أمامك. مبارك اسمك، مبارك اسمك يا رب، بنعليك يا رب لأن فوق كل رياسة وكل سلطان يعلو اسمك. هللويا. فوق كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة وكل اسم يسمى، ليس في هذا الدهر فقط بل في المستقبل أيضا. هللويا. لأن مبارك اسمك، لأنك أخضعت كل شيء تحت قدميك وكنت رأس فوق كل شيء للكنيسة. هللويا، هللويا. تعال نعلي رأسنا المسيح، نبارك اسمه. مبارك اسمك، مبارك اسمك. أشكرك لأنك محيت الصك الذي كان علينا في الفرائض. أشكرك، أشكرك، أشكرك لأنه بصليب ربنا يسوع صار لينا الدخول إلى قدس الأقداس، صرنا أبرار بدم الحمل. هللويا، هللويا، هللويا للرب الإله. فدانا بدماه، محى صكنا، صار برنا. مبارك اسمك. تعالوا نعلي الملك. صار يلا نرفع رأسنا المسيح، هيا لنا
المبارك العزيز الوحيد ملك الملوك رب الأرباب اسمك يتغنى اسمك يتغنى يا مبارك العزيز قدموا له السجود ملك الملوك هللويا الأرباب المجيد قدوس 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 رب السباعون السماء والأرض مملوءه من مجدك قدوس 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 رب السباعون السماء والارض مملوءه من مجدك هللويا اسمك يتغنى يا مليك الدهور السماء يسوع يسوع المسيح اله الحكيم اسمك يتغنى اسمك يتغنى يا مليك الدهور السرمدي يسوع المسيح الاله هللويا هللويا قدوس 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 رب السماوات السماء والارض مملوءه من مجدك قدوس 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 رب السماوات السماء والارض مملوءه الكل يقول مجداً وإكراماً للملك الكل يقول مجداً وإكراماً لك اسمك يتغنى بالعز والجمال في قدسك الكل يقول مجداً مرة تانية اسمك يتغنى بالعز والجمال اسمك يتغنى بالعز والجمال في قدسك الكل يقول مجداً إكراماً وعزاً وسجوداً للملك اسمك يتغنى بالعز والجمال في قدسك الكل يقول مجدا واكراما لك قدوس 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 رب الصابون السماء والارض مملوءه من مجدك قدوس 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 رب الصباوت السماء والأرض مملوءة من مجدك مبتهجين بحبيب يسوع مبتهجين بحبيب يسوع مبتهجين بحبيب يسوع مبتهل استعبدوا بالروح كل حين وكل أيضا افرحوا فارحين بمحضره نهلل باسمه نعبدوا نعبدوا بالروح نعبدوا بالروح مبتهجين بحبيبنا يسوع مجدا مجدا لاسمه ملك الملوك شاور على الملك النهارده قول له وحدك الملك وحدك القدوس وحدك السيد ملك الملوك رب الأرباب مجدا ملك الملوك رب الأرباب تاني ملك الملوك رب الأرباب ملك الملوك رب الأرباب ملك الملوك رب الأرباب
ثانية ملك الملوك ملك الملوك رب الأرباب هللويا الملوك هللويا للملك ملك الملوك رب الأرباب مجدا لاسمه نعبد بالروح نعبد بالروح مبتهجين بحبيبنا يسوع مجدا لاسمه نعبد رب مشير أنت العلي لا نعظمك نعظمك نبارك اسمك نباركك نباركك أنت القدير رب أنت العلي أنت العلي لا سواك وحدك كل الكرامة والسلطان ما أبهى أروعك ماشاك أنت القدوس مستحق وحدك كل الكرامة والسلطان بقوة للإسم يسوع أشدو وأنشدو مع الملائكة له نكسو وتسجد مع الملائكة له نكسو وتسجدو له التاج الذي جلى نرنم الترنيمة القديمة ونبتغي تتويج يسوع ربا على الكل ونبتغي تتويج يسوع ربا على الكل ونبتغي تتويج يسوع ربا على الكل تعالوا نعظم الملك بصلواتنا تعالوا نتوج الملك ربا على الكل هللويا مستحق كل الإكرام يأخذ المجد يأخذ الرئاسة يأخذ السلطان وحده النهاردة تعالوا نتوج الملك وانت بصوت عالي أو جوه قلبك كده قول له بكرم اسمك يا رب النهاردة بعظم عمل الصليب الكامل وبعظم انتصار القيامة هللويا 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 نفتخر بهذا العمل الرائع العظيم يا رب نكرم اسمك في هذا اليوم نتوجك ربا على الكل قول له بتوجك ربا على الكل هللويا هللويا فوق كل رئاسة فوق كل سلطان فوق كل اسم يسمى
ليس في هذا الدهر فقط بل في المستقبل أيضا. هللويا، لأن الرب أخضع كل شيء تحت قدمه وإياه جعل رأسا فوق كل شيء للكنيسة. هللويا هللويا، هو رأسنا المجيد، هو رأسنا العظيم اللي غلب منتصر. هللويا، كسر شوكة الموت. هللويا، أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ هللويا هللويا، كل الخوف زال، الموت تأثيره راح لأن الملك انتصر. هللويا هللويا، ما تخافش من اللي جاي، ما تخافش من الموت، ما تخافش من الزوابع، ما تخافش من المستقبل، لأنه حامل كل الأشياء عظيم في وسطنا. هللويا هللويا هللويا، نكرم اسمك، نكرم اسمك، نتوجك ربا على الكل. هللويا، ربا على الكل، ربا على الكل. هللويا هللويا، مبارك اسمك، مبارك اسمك. هللويا هللويا، هوذا قد غلب الأسد الذي من سبت يهوذا، أصل داود، ليفتح السفر ويفك ختومه السبعة. مستحق هو الخروف المذبوح أن يأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة وكل خليقة مما في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض وما على البحر وكل ما فيها. سمعتها قائلة للجالس على العرش وللخروف، البركة والكرامة والمجد والسلطان إلى أبد الأبدين. هللويا هللويا، للجالس على العرش الكرامة المجد، الترنيمة اللي جاية بتقول الأسد الغالب الخارج من سبت يهوذا. تيجي نقف ونسبح الرب، تعالوا نقول له النهاردة أنت اللي بتحارب عنا، وأنت اللي ماسك إيدينا وبتشدد آيات وعجائب، بتمجد اسمك بآيات وعجائب وسطينا وبتشدد إيدينا. تعالوا الأسد الغالب نفرح بيه النهاردة، نعليه. هاللويا، اسمه عالي منتصر. الأسد الغالب القايم من بين الأموات عنا بيحارب. هللويا، ويشدد شعبه بالآيات. الأسد الغالب القايم من بين الأموات على النبي حارب، فيه القدرة رب القوات، في وسط الصعاب بعمود سحاب يظهر بقوة، شعبه يخوف دابت جبال وما فيش مح عنده، ده هو رب الجنود. الأسد الغالب الأسد الغالب القايم من بين الأموات عنا بيحارب، ويشدد شعبه بالآيات. الأسد الغالب القايم من بين الأموات عنا بيحارب، ليه القدرة رب القوات، تهدى البحور وعلى سور يسقط أمام اسم المسيح، نور ضياء فجر الحياة يوم لمام ليه التسبيح. الأسد الغالب القايم من بين الأموات عنا بيحارب، ويشدد شعبه بالآيات. الأسد الغالب القايم من بين الأموات عنا بيحارب، ليه القدرة رب القوات، جوه الأتون أو في السجون حاضر هناك شخص اللي له وقت الدياب، وقت الدياب بالتعزيات واقف معاك يدي النجاة. الأسد الغالب القايم من بين الأموات عنا بيحارب، ويشدد شعبه بالآيات. الأسد الغالب القايم من بين الأموات عنا بيحارب، ليه القدرة اسمه رب الجنود، اسمه رب الجنود، أمامه جبال تزول، يكسر كل الخوف، يشفي كل الأمراض، يشفي كل الأمراض، يهدم كل الأسوار. الرب صار لي خلاصي، مجدي ورفعي، ملجئي وقوتي، ملجئي وقوتي. الرب وجد شديدا، هللويا، وجد شديدا، علوا اسمه بهتان، علوا اسمه بهتان. يسوع رب الأرباب، يسوع رب الأرباب، سيد كل الأسياد. صار لي خلاصي،
وقوتي وجدا شديد. علوا اسمه بهتاء، علوا اسمه بهتاء، يسوع رب الأرباب سيد كل جرد الرياسات، جرد الرياسات، سحق رأس الحياة، قام من الأموات. علوا اسمه، علوا اسمه بهتاء، يسوع رب الأرباب. جرد الرياسات، جرد الرياسات، سحق رأس الحياة، قام من بين الأموات، قام من بين الأموات. الرب صار لخلاصي، بدي ورفع راسي، ملجئي وقواتي وجدا شديد. قرار مرة ثانية، وشجع كل الناس تقف معايا واحنا بقول يا رب صار لي خلاصي، مجدي ورافع راسي. لو عدو الخير نجح انه يخلي وشك في الارض، لا ارفع راسك تاني، الهك حي والهك مش عادي. مكتوب عنه وجد ايه شديدة. المرنم بيقول في الترنيمة دي انه بيحكي ازاي عظم الرب وكان قدير، ازاي البحر وقف، ازاي عمل ايات وعجائب في القديم وفي العهد الجديد لما فتح ابواب السجن وبداوا يسبحوا الرب. وانت بتسبح وعندك ايمان وثقه في القدير، الرب ياتي بقوه. مصدق في كده؟ عشان كده سبح الملك واترك الهم عليه والتجربه والمشكله والمرض. هو وجد شديد، هو شديد القدره، شديد القدره. هللويا هللويا. يلا نقول القرار مع بعض ونرفع ايدينا ونعلي الملك. الرب صار لي خلاص، مجدي ورافع راسي، ملجئي وقواتي وجدا شديدا. الرب صار لي خلاصي، الرب صار لي خلاصي، مجدي ورافع راسي. هللويا. عظيم القدرة وليس لعظمة اسمه. هل اسمه، هل اسمه بهتاء، يسوع رب الأرباب سيد كل الأسماء، جرد الرياسات أشهر جهارا، جرد الرياسات، سحق رأس الحياة. هللويا. سحق رأس الحياة، الرب صار لي خلاصي، مجدي ورفع راسي، ملجئي وقواتي وجدا شديدا. الرب صار لي خلاصي، مجدي ورفع راسي، ملجئي وقواتي وجد شديدا. هللويا. لانه وجد، لانه شديد القدره، لانه عظيم القدره وليس العظمات استقصاء. واحنا بنعلي الملك النهارده، تعالوا نقول له يا مسيحنا يسوع الهنا حي. الناس التانيه بتقول المسيح الحي، هم مش عارفين بيعمل ايه، ده حي ايه ده، لكن احنا بنشهد انه حي، انه قام من بين الاموات وهزم الموت وهزم كل قوات الظلمة، جرد الرياسات أشهرهم جهارا، ظافرا بين في الصليب. والنهاردة عايزين نقول له يا مسيحنا يسوع إلهنا حي، يسوع إلهنا مجيد، يسوع إلهنا عظيم. تعالوا نحتفل ونعلي الملك. قول من قلبك كده وانت بتعليه، علي صوتك، سبح وقول له أنا بشهد عنك إنك عظيم وإنك حي. هللويا. يا مالك الملوك يا سيد، يلا بنحتفل بمسيحنا، بنحتفل بفدينا الحياة.
الحي ملأ. يا ملك الملوك مرة تانية. يا مالك الملوك يا سيد يا سيد الأسياد بنحتفل بفدينا الحي ملأ. يا يا حي يا يا مالكنا يا إلهنا مالك سيد. لما عينينا تشوف الرب قام ومفيش صعب قدرات حلوة
الرياسات فوق الرياسات. ارفع ايدك يا معلي الملك فوق كل رياسة فوق كل سلطان. هللويا فوق الأسماء يسوع المسيح. العمل الكامل أكرم اسمك اليوم. هللويا. قدم سجودي لجلالك استحق كل الإكرام والتسبيح والعبادة وحدك يا سيد، لأنك ارتفعت رأسا فوق الجميع يا سيد، لأنك وجدت شديدا، لأنك قادر، لأنك عظيم القدرة. ما أمجدك ما أمجدك. نعظم ونبارك ونكرم اسمك إلى الأبد. أمين سيد. Thank you.
كل سنة وحضراتكم طيبين. واحد يقول لي هو أنت بتعيدوا شرقي ولا غربي؟ هو إحنا بنعيد من الشرق للغرب بقيامة المسيح من الأموات. الرب يسوع المسيح قام من الأموات. المسيح قام من الأموات بالحقيقة قام. ولأنه قام أقامنا نحن أيضا معه. شكرا للرب من كل القلب. بعض التأملات في هذه الليلة عن ما شاركت به في الصباح، وهو موضوع بعنوان شفاء القيامة. شفاء القيامة. بعد القيامة حصل شفاء لناس كثيرة. يمكن الموضوع ما يكونش جديد علينا، لكن أصلي من كل القلب أن الروح القدس يهمس إلى كل قلب فينا وإلى كل نفس، وتكون هذه الكلمات سبب تشجيع لنفوسنا حينما ندرك أن العمل الذي صنعه يسوع على الصليب كان عملا كاملا، لكي ما يصل إلى أعماق قلوبنا نفسا وروحا وجسدا. هقرأ معكم بعض الأعداد الشهيرة اللي يمكن بنسمعها مرات كتيرة في كنتطات وفي ترانيم إلى آخره. أقرأ مع حضراتكم من لوقا، إنجيل لوقا أصحاح 24، إنجيل لوقا أصحاح 24، وأبدأ من عدد واحد. إيه العز اللي إحنا فيه ده؟ ثم في أول الأسبوع أول الفجر أتينا إلى القبر حاملات الحنوط الذي أعددناه ومعهن أناس، فوجدنا الحجر مدحرجا عن القبر، فدخلنا ولم يجدنا جسد الرب يسوع. وفيما هم هن محتارات في ذلك، إذا رجلان وقف بهن بثياب براقة، وإذ كنا خائفات ومنكسات وجوههن إلى الأرض، قال لهن: لماذا تطلبن الحي بين الأموات؟ ليس هو هاهنا لكنه قام. اذكرنا كيف كلم كنا وهو بعد في الجليل قائلا أنه ينبغي أن يسلم ابن الإنسان في أيدي الناس الخطاة ويصلب وفي اليوم الثالث يقوم. فتذكرنا كلامه ورجعنا من القبر وأخبرنا الأحد عشر وجميع الباقين بهذا كله، وكانت مريم المجدلية ويونا ومريم أم يعقوب والباقيات معهن اللواتي قلنا هذا للرسل. فتراءى كلامهن لهم كالهذيان ولم يصدقوهن. فقام بطرس وركض إلى القبر فانحنى ونظر الأكفان موضوعة وحدها، فمضى متعجبا في نفسه مما كان. وبعدها هيدخل على قصة تلميذي عمواس. يا رب نصلي أنك تتكلم إلى قلبي وإلى قلوب إخوتي في هذه الليلة. بنشكرك لأنك إله حي. كل من ادعوا أنهم أصحاب ديانات، وكل من قالوا أنهم رسل، وكل بشر انتهت أيامهم وانتهى مصيرهم في قبر في أرض وسط التراب، لكن نعظمك ونبارك اسمك القدوس لأنك حي في هذه اللحظة، حي بعد أن دفنت في اليوم الثالث، قمت من الأموات، وبعدها صعدت إلى السماوات، وأنت الآن جالس في يمين العظمة في الأعالي شفيعا رئيس كهنتنا الأعظم. وانت قلت لأنني حي أنتم أيضا ستحيون. نشكرك لأن احنا مش عايشين على تمنيات أو توقعات ربما تحدث أو لا تحدث، لكن نعيش على هذا الحق الراسخ الثابت. لأنك أنت حي نحن نحيا، ولأنك قمت أقمتنا معك. ونشكرك لأنك غلبت
شوكة الموت وغلبت الهوية وضمنت لنا الحياة وأنرت لنا الحياة والخلود بقيامتك. فشكرا لك من كل القلب، نؤمن ونثق يا رب أننا نعيش ونموت على هذا الرجاء الذي السماء والأرض تزولان لكن كلمة واحدة أو حرف من المكتوب لا يزول. خذ كل المجد والكرامة والعظمة واعطينا الثقة المطلقة في شخصك أيها المقام في كل يوم من أيام حياتنا وليس فقط وقت الاحتفال والذكرى بالقيامة. في شفاعة المسيح اسمع واستجب أيها الآب السماوي ولك كل المجد. آمين. شفاء القيامة. لما تقف قصاد المجموعة اللي اختارها المسيح عشان يكونوا الممثلين الوكلاء اللي بيمثلوا الملكوت، ال 12 تلميذ اللي بدأ بيهم، نجد ان كل واحد قبل وعند الصليب كانت هناك مشاكل كثيرة، وكانت كل هذه عبارة عن أمور تحتاج المعالجة الحقيقية، لأن التلاميذ حتى وقت قيامة المسيح وبعد أن قام المسيح كانوا لسه مش مصدقين أنه قام. ده الشيء الغريب، رغم أنه هو قال لهم أن ابن الإنسان سيذهب ويسلم بأيدي الناس، وتكلم المسيح عن ما سوف يحدث له مرات عديدة للتلاميذ، وأنه لابد أن يصلب ثم في اليوم الثالث يقوم. إداهم كل المعلومات لكن يبدو أن الأمر كان مش داخل دماغهم أو مش واخدينه بالجدية اللي المفروض تتاخد بيها. أيا كان الوضع، لكن كانت هناك أيضا مشاكل مع التلاميذ لأنهم بشر دول يعني، وده جمال كلمة الله إنه يقدم لنا الشخصيات الكتابية بكل ما هي بإيجابيتها وبسلبيتها حتى يظهر لنا أن الإنسان هو الإنسان أيا كان، ولولا نعمة الله لما استطاع أن يصير على ما هو عليه الآن بفضل عمل نعمة المسيح. لكن نشوف في البداية تقابل المسيح مع المريمات، النسوة اللي قرينا عنهم كنا وذهبنا والإنة ديت في لخبطك في القراية. على أي حال إنه ذهبوا، لكن مريم بدأت تبكي لأن القبر فارغ، وظنت وقالت لقد سرقوا السيد ولسنا ندري أين وضعوه. كانت تبحث عن المسيح الميت، لكن حينما ظهر لها المسيح في صورة البستان قال لها: من يا امرأة من تطلبين؟ انت بتدوري على مين؟ بتدوري على يسوع؟ يسوع ليس هنا بين الأموات، ليس هو هنا لكنه قام. وبعد كده شافته، والكتاب بيدي شوية تفاصيل عن هذه المقابلة عجيبة الشكل. الحقيقة بيتكلم ان هم لما راحوا لقوا ان المنديل، بيحطوا عادة منديل على، وهي مش منديل يعني، احنا في دماغنا لما بنقول منديل المنديل اللي بحطه في جيبي يعني، لا، هو لما ترجع لها في رجعة الاصل اللغة والخلفية العبرية عبارة عن زي فوطة او يعني بتسموها ايه، يعني ايا كانت كل 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 بلد بتسميها اسم. لكن الفوطه دي عباره عن حاجه كبيره كده، ودي كانت قرات قلت يعني هو الكتاب المقدس واخد عدد كامل يوصف فيه انه لقوا المنديل الموضوع على الراس، او في اصل اللغه الفوطه اللي كانت محطوطه على الراس موجوده بنظام ومش متلخبطة كما لو حد شالها رماها، وحتى الأكفان كانت كأن حد انسلت منها. فالأكفان سهل ان احنا نترجمها ونقول الأكفان كانت إثبات ان المسيح
قام. وقام مش واحد فاق وبعدين قال لك انا فين ولخبط الدنيا، لا، موجودة زي ما هي، اي انه صاحب الحياة ورب الحياة انسلب منها وقام وخرج، والحجر مدحرج. وهنا الحجر يعلن اعلانا لابد ان نعيره انتباها. الحجر المدحرج لم يتحرك او يحركه ملاك من مكانه لكي يخرج المسيح من القبر. إذن دحرجة الحجر لم تكن سببية عشان حاجة تاني تحصل. أمال كانت إيه؟ كانت إعلان أن القبر فارغ وأن المسيح قام. إذن نخلي بالنا أن دحرجة الحجر أو الحجر الموجود والمدحرج لا يعني أنه دحرج لكي يخرج المسيح، لكنه دحرج لكي يقدم إعلانا للجميع أن القبر فارغ وأن يسوع المسيح قام وخرج منه، وبالتالي جاء وتكلم مع مريم. يا امرأة لماذا تبكين؟ مرة سألها، ومرة تانية لا من تطلبين، وبعدين ليه بتبكي؟ إيه المشكلة؟ وكانوا أو كنا خائفات، الخوف مسكهم، الاهتزاز، الإحساس بأنهم فقدوا كل رجاء وكل أمل كان يمتلكهم. وأنا عايز أقول ياما مرات يمتلكنا الخوف لأسباب كثيرة، والمسيح قد قام وانتصر على الموت، لكن النهاردة الرب عايز يطمن كل واحد كل واحدة، اوعى تخاف لأن مسيحك مش ميت. اوعى تخافي، لا تبكي لأن مسيحك حي. فظنت تلك، يقول الكتاب أنه إيه؟ البستاني. قال لك لأن صورة الجسد الممجدة التي قام بها ربما تختلف كل الاختلاف عن الضرب والجرح والإهانة والمنظر اللي شافوه، فلم يدركوا. يقول الكتاب فقال لها يا مريم، فالتفتت إليه وقالت ربوني، الذي تفسيره يا معلم. عرفت الصوت لما نداها باسمها. يقول الكتاب وفرح التلاميذ إذ رأوا الرب. يتكلم على أن صوت المسيح ودعوته ومناداته كانت شفاء لهذه النفوس الخائفة وطمأنة داخلية لكل من كان يبحث ومن لا زال يبحث عن المسيح. توجد طمأنة حقيقية لكل خائف في المسيح ولكل من يبحث عن المسيح، فهو سر السلام، لأنه يضمن لنا حتى الحياة بعد الموت، وده اللي بيدي الإنسان هدوء وسلام. اوعى تكون داخل في هذا الاحتفال وقلبك أو قلبك مليان بالخوف، زي ما كان أخونا محب بيقول اوعى تكون خايف من المستقبل، اوعى تكون خايف من بكرة، اوعى تكون خايف من الأخبار النووي هيضرب، اوعى تكون خايف من مش عارف القوة العظمى هتحصل ايه، اوعى. لا لا لا، أنا عايزك، أنت موجود وأنا موجود وكلنا كجسد وأعضاء في جسد المسيح، إحنا في داخل الفلك. اللي داخل الفلك جراله إيه؟ ولا حاجة، ما جاتش عليه نقطة مية، الأرض كلها غرقت، لكن اللي جوه الفلك ما كانش عليه نقطة مية. فنشكر الرب، هو فلك النجاة وقت كل ظروف الحياة المؤلمة والمخيفة والمرهقة والمتعبة واللي مرات كتيرة بتعصرنا. ظهر المسيح للمريمات اللي كنا يبحثنا عنه، فملأ الفرح قلوبهم. ده كان عمل القيامة، ابتدى يظهر. لكن خلي بالك، كان مهتم بكل التلاميذ، ما كانش مهتم بدول بس. لكن أنا توقفت قدام العدد اللي بيتكلم على المنديل، يعني إيه قصة المنديل، ويمكن ذكرتها قبل كده، لقيت فيها أنها أي يهودي يدرك ويفهم أن هناك طرق وعادات معينة
يهودية كانت تمارس في ذلك الوقت. السيد صاحب البيت لما يكون عنده خدم أو يكون عنده عبد في ذلك الوقت بيخدمه، كان يحط الطاولة أو المائدة بتاعته بالطريقة اللي تعجب السيد بكل أنواع الأكل. لكن الإتيكيت العبري أو العبراني يحط الفوطة أو المنديل الكبير بمتني ومحطوط بطريقة منظمة زي ما بنعمل النهاردة، بيحط الشوكة والسكينة فوق منظمة ومحطوطة. العبد بعد أن يضع كل شيء يختفي، لا يكون في نفس الحجرة اللي فيها السيد. لو السيد احتاج لشيء ياخد المنديل وينظف بيه نفسه وشواربه إلى آخره، وبعد ما يخلص الأكل يطبق المنديل ويرميه على الطاولة، فده معناها أنه انتهى من الأكل. الخادم لو لقى ان هذا حدث يجي ينظف الطاولة كلها باللي عليها. لكن لو قام حب يروح مثلا في مكان ويرجع تاني والمنديل او الفوطة متطبقة ومحطوطة في مكانها، هذا يعني انه لم ينتهي من طعامه ومن عشاءه او غداء او ايا كان، وانه حتى لو كان غير موجود ذهب لكنه ايه سيعود مرة اخرى. حتى لو ذهب سيعود مرة أخرى. المنديل كان محطوط، عايز يقول لنا أنا راجع تاني. القصة لم تنتهي، لقد ذهب صعد إلى السماء لكن المنديل محطوط. أنا جاي لكم تاني لكي أخذكم حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. هاليلويا، مجدا للرب. وهكذا كانت المقابلة مع النسوة شفاء من الخوف ومن كل الشكوك. ثم تقابل، كلنا عارفين المقابلة مع مين؟ بطرس. لكن توقفت أمام مقابلة بطرس اللي اتقابل معاه مقابلة خصوصية، ومش هكرر الحديث لأني اتكلمت فيه بالتفصيل. أتحبني ثلاث مرات، وكل كلمة منهم لا تعني تحبني الأولى غير تحبني الثانية غير الثالثة. وبعدين في الآخر قال له أنت تعلم يا رب كل شيء. تخيلوا صديق حميم تلميذ وفي ومخلص يخون سيده، ينكره كم مرة؟ وينكره فين؟ في وسط الجواري. كان بيعمل ايه؟ كان بيتدفى على ايه؟ على فحم. يقول الكتاب اللي يقرأ يوحنا 21، وبعد ما تغدوا هم كانوا ايه؟ حد فاكر؟ سمك. وعملوا ايه في السمك؟ شووه على ايه؟ على فحم. وبعدين سألوا السؤال ثلاث مرات، لو واحد خان ولو واحد أنكر صداقته ارتكب أي جريمة زي اللي ارتكبها بطرس، خلينا أقول عملها فيا أنا مثلا أو في أي صاحب عمل، تفتكر صاحب العمل يئتمنه بعد كده على أي حاجة؟ ده خانك، هتئتمنه على ايه؟ لكن ما يملأ القلب عجبا بحقيقة شخصية الرب يسوع المسيح الحي المقام من الأموات، انه يروح له عشان يرد نفسه وما يقولوش انت يعني رغم انك عملت كده بس انا يعني برضو هتغاضى عنها. لكن ما كانتش تصرفات لحظية من الرب، كان حاجة حصلت وده كان رد الفعل. اوعى تفكر انه الرب جاله افتكر لما قام انه خانه وراح له، لا ده كان فيه ترتيب الهي. تقول لي عرفت منين ان كان فيه ترتيب الهي؟ يقول الكتاب ان المسيح قبل الصليب
قال له يا سمعان ابن يونا الشيطان قد طلب أن يغربلكم كالحنطة، لكنني طلبت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك. حد فاكر بقية الآية؟ وأنت متى إيه رجعت تعمل إيه؟ لا ده متخططة بقى، ده مش بتاعت لحظتها. أحبائي عايز أقول إن طرق الله معروفة منذ الأزل. لما بنتكلم عن حتى ذبيحة المسيح بيتحدث الكتاب ويقول إيه؟ دم المسيح، يقول لنا بطرس المعروف سابقا قبل تأسيس العالم. هي أصلا مش قال وبس الإنسان أخطأ نعمل إيه؟ لا المسيح يموت ويسفك دمه. لا، أنت بتتكلم عن الله اللي شاف الآخر قبل ما يبتدي، مخبر منذ البدء بالأخير، قائلا رأيي يقوم وأفعل كل مسرتي. أدي بطرس، رد بطرس مرة تاني قال له أنا خططها ليك، أنا كنت بجهز فيك. ورأينا كيف امتلأ بطرس من الروح القدس وكيف وقف وجاهر أمام اليهود بأنكم أنتم الذين صلبتموه وبأيدي أثمة قتلتموه، هذا أقامه الله. الله اللي كان خايف من شوية جواري بيقول لليهود وبيقول لرؤساء كان الكلام ده. إيه اللي حصل؟ اللي حصل إنه امتلأ بالروح القدس ورأى حقيقة، ورأى حقيقة، ورأى حقيقة قيامة السيد المسيح من الأموات، شاهد عيان. وحتى في رسائل يقول الذي رأيناه، الذي شهدناه، الذي رأته أعيننا. عايز يقول أنا شاهد عيان، شفت كل حاجة. وكأن الرب يعود مرة أخرى للتلاميذ ويبتدي ياخدهم واحد واحد يعالج مشاكلهم، حتى قبل أن يرسلهم يكونوا في حالة الاستعداد لتقديم الرسالة بكل قوتها وليس نتيجة ضعفهم أو خوفهم. عشان كده مش ممكن واحد يكون بيدي حياته ويموت ويستشهد من أجل كذبة، مش ممكن. لما كانوا في الأول مش عارفين حاجة كانوا خايفين كلهم، دخلوا وقفلوا البيبان خوفا من اليهود، الكتاب بيقول. لكن النهاردة بنشوف في سفر أعمال الرسل، وأعمال الرسل ده الفوليوم الثاني أو المجلد الثاني اللي كتبه لوقا اللي بيحكي لنا القصص دي، هو اللي اتكلم عن أيضا بطرس وكيف أنه وقف في أصحاح 4. يقول لنا إيه؟ يقول لنا إنه فضجر اليهود من مناداته بيسوع بالقيامة وأمسكوهم وأخذوهم إلى الحبس. أنت مش خايف يا بطرس؟ خايف مين؟ ده أنت كنت قافل الباب على نفسك وخايف من اليهود، دلوقتي رايح بتواجههم وتقول لهم أنتم الذين قتلتموه؟ لا، ويقول لهم أنتم أخذتموه بمشيئة الله المحتومة. هو تفكروا أن أنتم عملتوا كده يعني عشان غلبتوه يعني وهو كان ضعيف؟ أنتم هذا أخذتموه بمشيئة الله المحتومة وعلمه السابق، ترتيب إلهي. اوعى تفكر ان الدنيا ماشيه كده وبس. لا، بطرس كان الرب معينه وعمال يجهز فيه، طلب من اجله، تشفع من اجله، واداله الوصيه، قال له لما ترجع. ترجع امتى؟ بعد ما ترد نفسك، ثبت اخوتك. ولما قال له مره قال له ارعى غنمي، ومره قال له ارعى خرافي، كل واحده من دول كمان ليها معنى مختلفه. واحده بمعنى درب، الاخرى بمعنى اطعم، والثالثة بمعنى هذب. يعني اداله مهمة محددة لكي يفعل ما يفعله، ورد نفسه بعد القيامة. عشان كده موضوع أعمال الرسل في كل عظتهم، الحجر الأساسي في كل خدماتهم، ليست شفاء الأمراض، وإن كان هذا بركة،
واستخدم الرب بطرس نفسه في شيء لم نراه حتى، خلي بالك أقول عبارة خطيرة، لم نراه حتى المسيح نفسه يفعل ذلك. أصحاح 4 من أعمال الرسل عارفين يقولوا إيه؟ كان يضعون المرضى على الأسرة في الشوارع حتى إذا جاء ولو ظل بطرس عليهم يشفون. واو، طب وده ازاي يعني الكلام ده؟ ما المسيح قالها، من يؤمن بي فالأعمال التي أنا أعملها هو اللي وكلنا. إحنا مش أحسن منه، اوعد، مش ده المعنى. معناها إن هو وكلنا لنفعل أمور مختلفة وأعظم. من آمن بي فالأعمال التي أنا أعملها يعملها أوه ماي جاش وأعظم منها. النهاردة عظة لو طلعت على الإنترنت ولا على اليوتيوب، بص تروح لكم، ممكن تروح لكم مليون. يعني كانت الجموع 5,000 7,000 جموع أيا كانت بقى 10,000، لكن النهاردة البعد مختلف. ده بيقول إيه؟ بيقول أن السيد كان يرى المستقبل قبل أن يجي، وكان يعرف أنه سيستخدم أولاده وتلاميذه هنا بطريقة أعظم، وكان يعلمنا ويجهزنا ويحذرنا. والهدف من رد نفوسنا وخلاصنا وشفائنا هو أن يرسلنا للآخرين لنحمل لهم بشرى الرجاء. بعد أن كان يشعر بالذنب والمرارة والضيق والخيانة، وكان بيقول له معقولة أنا اللي قلت ده لو أنكرك الجميع ده أنا مستعد أروح معك حتى الموت، لكن برضو الرب اللي كان بيجهزه لم يفشل منه. ساعدني يا رب عشان ما فشلش حتى لما أشوف سقطات الآخرين. هذا هو المسيح، قال تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب. أنا محتاج أتعلم كتير قوي منه، والنتيجة قال تجدوا راحة لقلوبكم لنفوسكم. رد بطرس أزال خوف المريمات وأعطى لهم الطمأنينة والفرح، غير حياة بطرس وجعله واحد من أعظم الخدام من بين تلاميذه. ثم ذهب بعد ذلك إلى تلميذي عمواس في نفس الجزء اللي احنا بنقراه في أصحاح 24. تلميذي عمواس دول تلميذي يعني كانوا تلاميذ، يعني كانوا مع الباقيين، يعني كانوا عارفين ايه اللي بيحصل. لكن لما تقرأ القصة بتاعتهم تقول هم جايين من كوكب تاني ولا ايه؟ مش لا، هم عارفين كل حاجة، عارفين بس مصدقين ولا كلمة. وإذا اثنان منهم كان من التلاميذ يعني منطلقين في ذلك اليوم إلى قرية بعيدة عن أورشليم 60 غلوة اسمها عمواس، وكان يتكلمان بعضهما مع بعض عن جميع هذه الحوادث. وفيما هما يتكلمان ويتحاوران اقترب إليهما يسوع وكان يمشي معهما، ولكن أمسكت أعينهما عن معرفتي، فقال لهما ما هذا الكلام الذي تتطرحان به وأنتما ماشيان عابسين؟ ده بيفكرك بنفسك أحيانا. المسيح قام شيل 111. ليه الوجه العابس؟ عارف ليه؟ هنشوف الوقت ليه، لأنهم مش مصدقين. فأجاب أحدهما الذي اسمه كليوباس وقال له هل أنت متغرب وحدك في أورشليم ولم تعلم الأمور التي حدثت فيها في هذه الأيام؟ أنت مش من هنا ولا أنت حضرتك منين بالضبط؟ مش دريان باللي بيحصل؟ أخبار ما وصلتكش؟ كانوا بيقول كده بالضبط. فقال لهما، شوف المسيح شوفيه ودعته،
مش قال لهم يعني فتحوا شوية انتوا مش واخدين بالكم، لا قال لهم وما هي ان شاء الله بتتكلموا عليه. فقال المختص بيسوع الناصري الذي كان انسانا نبيا، كان انسانا نبيا مقتدرا في الفعل والقول امام الله وجميع الشعب، لكن كيف اسلمه رؤساء الكهنة وحكمنا لقضاء الموت وصلبوه؟ خلصت القصة. ونحن كنا نرجو انه هو المزمع ان يفدي اسرائيل، كنا متخيلين ان ده هيبقى المسيح، بس مات واتدفن. في ناس بتقول لك دي قصة المسيح دي خلصت عند القبر، ما مات واتدفن، وبقى فتاوي بقى تطلع ملاش اول من اخر. لا ده سرقوا الجسد وبعدين ودوا الهند. اقرا اقرا الناس بتقول ايه. ده سرقوا الجسد ومش عارف ودوه في جسد ايه اللي سرقوه، وكانوا يشيلوه يودوه قد ايه، وكان في حراس رومان. هو ايه القصه بالظبط؟ عمالين يدوروا على تلفيقه زي ما عمل اليهود في الاخر، قال لك ايه ندفع فلوس ونقول لهم التلاميذ سرقوا الجسد. انا عايز اقول لك حاجه بسيطه خالص، كان اعظم دليل لكي يبطلوا الايمان المسيحي يطلعوا الجثه. مش مات، فين جثته؟ اتسرقت ولا ما اتسرقتش؟ طب هات اثبت الدليل. لكن زي ما سمعنا يوم الحد اللي فات من الاخ وصفي، انه مات ودفن، قام وظهر، اثبتت قاطعه لا يمكن الاثنين يختلفوا معاها. ليه؟ ده مش على فم شاهدنا او اكتر زي ما بيقول الناموس. حد عارف كانت كم ظهوره؟ حوالي 11 ظهورات للمسيح. لكم واحد؟ فوق ال 500. ده ظهروا 500 دفعه واحده. انا مش فاهم، بيشكك ازاي ما قتلوهم وصلبوهم؟ يعني تيجي ازاي؟ يعني نعمل ايه في الشهود دي كلها؟ نذبحهم؟ نوديهم فين؟ الدليل قاطع لا يمكن دحضه، ببساطة، بكل بساطة، للمتفتح الذهن والذي يبحث عن الحق بإخلاص، بكل بساطة. ما احنا ممكن نخش في مجادلات عقيمة ملهاش لازمة. اهو كنا نأمل وكنا نرجو، ولكن مع هذا كله اليوم له 3 أيام منذ حدث ذلك والدفن. وشوية ستات كده مجانين، بعض النساء منا حيرننا، إذ كنا باكرا عند القبر ولما لم يجدنا جسده أتينا قائلات أنهن رأينا منظر ملائكة قالوا أنه حي. كل ده بيقول لك قلنا وقالوا وكنا، موضوع ما يخصهمش، دول تلاميذ. صدقوني في ناس النهاردة بيعتبروا نفسهم خدام وتلاميذ ولسه مش مصدقين حقائق كتابية واضحة كوضوح الشمس. دول نسمي واحد فيهم كليوباس والتاني سميه زي ما انت عايز بقى. ومضى قوم من الذين معنا إلى القبر فوجدوا هكذا. يعني طب ما أنت عندك إثبات أهو، أنت بتحكي له مش مصدق، عايز إيه تاني يعني؟ لا ده واضح إن هم عندهم نقص في التعليم وفي الكلمة. ده مش فتوى من عندي، هجيبها لك بالإثبات. نقص في التعليم وفي كلمة الله. واللي لا يدري ولا يدرك كلمة الله ممكن تقول له أي حاجة ويصدقها. أنا بشكر ربنا ناس كتيرة بتيجي تناقشني في حاجات أنا قلتها. جميل جدا. علينا أن ندرس كلمة الله، لأن ده يبني فينا رجاء وفرح، يزيل الخوف، يدينا ثقة في خطواتنا في الحياة، نقدر نبقى ماشيين غير باقي الناس حتى لو الظروف مشابهة على الجميع. أنا مختلف، أنا مختلف مش لأني أحسن منه، لأن معايا من يستطيع أن يعطيني النصرة على كل منغصات الحياة. مش هو وعد أنه يبقى معايا؟ بيقول له واحد ملحد، بيقول له واحد مؤمن، أنت 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 فين ربنا بتاعك؟ تقدر تثبت لي فين ربنا بتاعك؟ ها؟
قال له آه. قال له ازاي؟ قال له كنت بتكلم معاه من 5 دقايق وسابه ومشي بكل بساطة. احنا مش بنتكلم على تمنيات تهيؤات، لكن بنتكلم عن حقائق. إله حي يغير الحياة، يغير القلب، يضمن المسيرة ويضمن الخلود، الحياة الأبدية. عشان كده يتشال ويتنزع الخوف اللي مالي حياة الناس عن الموت، لأن المسيح قام. مجدا لاسم الرب. يبقى شفى النسوة، شفى بطرس، وهنا بيشتغل على تلميذي عمواس. لكن كان حازم معاهم، قال لهم كلام صعب قوي. بعد ما سمعت ده كله قال لهما، هم رد عليهم بقى كل ده وانتوا مش داخل دماغكم يعني، ايها مش انا اللي بقول كده، الكتاب اللي بيقول كده، ايها غالبا السلك ضارب عندكم الغبيان، يا ريتها كان سكت على كده، والبطيئاء القلوب في الايمان بجميع ما تكلم به الانبياء. يعني ايه بجميع ما تكلم به الانبياء؟ يعني انتم مش ملومين بكلام الكتاب والوحي والكتب المقدسه. ادي معناه. يبقى ده عدم إدراك وعدم قراءة وعدم اجتهاد وبحث في كلمة الله، مش دارين، مش عارفين. قال لهم انتوا أساسا مش عارفين الأنبياء قالوا إيه. انتوا لو عارفين ده رؤساء الكهنة كانوا عارفين. لما جاء المسيح مولودا من امرأة، لما جاء وولد، هيرودس راح سأل الكهنة انتوا عندكم فكرة عن الموضوع؟ قالوا له آه. وقالوا له ده المسيح اللي جاي وهيولد، فراح قتل العيال كلها لما معرفش يمسك يسوع. كانوا عارفين كل حاجة. دول رجال الدين اللي أنكروا، ودول التلاميذ اللي المسيح كان معاهم كل وشرب بالجسد وقال لهم بدل المرة مرات كيف أنه سيموت وسيدفن ويقوم في اليوم الثالث. والحد دلوقتي شوية ستات غالبا كانوا عندهم تهيؤات، لأن كان الصبح بكير قوي فالدنيا ضربت معاهم، بيقولوا القبر فاضي ما شفناش حاجة. يقول الكتاب ودخلنا فوجدنا القبر فارغا. لما رحنا الأراضي المقدسة في طبقا للتقاليد، عشان أكون صريح يعني مش إثباتات تاريخية لكن التقاليد حسب ما بيقولوا، بيقول لك ان ممكن يكون مكان الدفن كان تحت في كنيسة معينة، الكنيسة اللي بيسموها ناتيفيتي تشيرش، وفي مكان تاني بعد كده مكان الموت المكان اللي اتدفن فيه، وده بقى طوابير. وفي مكان تاني قالوا ان ده يمكن ان يكون طبقا للثقافة والعادات، يعني ما فيش اثباتات تاريخية، التكوين بتاعه موجود القبر داخل بستان، والبستان في معصرة زيتون. وفي احنا دخلنا كنا فريق من حوالي 14 واحد من الكنيسة، واتناولنا فيه، كسرنا خبز وخدنا وقت في الترنيم والصلاة وشفنا القبر. القبر هم بيقولوا دخلوا ورأوا أن القبر فارغ. طب هما ما كانوش يقدر، الواحد يتخيل، طب هما ما كانوش يقدر يشوف الأمر من بره؟ لا، لأنه عبارة عن حفرة في جبل أو في كهف، والناحية الشمال تقدر تشوفها كلها بالصخور اللي فيها، الناحية اليمين عبارة عن الحجارة ملساء على الأرض، وكانوا يضعوا عليها الميت الجثة بعد ما تتلف طبعا، وما تقدرش تشوفها غير لو بصيت، لان في زي جزء من الصخره يمنعك انك تشوف اي حاجه جوه. عشان كده الكتاب بيقول ان هم نظروا ووجدوا القبر فارغا، مش يعني لا ده دخلوا وبصوا. اذا القبر فارغ، الصخر مدحرج، الملائكه تشهد، ظهر المسيح 11 مره، تكلم مع التلاميذ
40 يوما وهو يظهر لهم ويخبرهم عن الأمور الآتية بملكوت الله. ما فيش حاجة معمولة في الظلمة وفي السر، لكن كل شيء بالدليل القاطع، والتاريخ أيضا يحكي عن حقيقة موت وقيامة المسيح. لكن مش أدخل في الجزئية ديت. وبعديها قال لهم هذا الكلام: أما كان ينبغي أن المسيح يتألم بهذا ويدخل إلى مجده؟ بصوا الجمال بتاع الرب. اتنين السلك عندهم ضارب وضعاف قوي في درس الكتاب ومش فاهمين نص المكتوب، يعمل معهم ايه؟ يا ابني روح انت وهو قضوا وقت كده وصوموا وخدوا خلوة، يمكن تطلع حاجة خلوة وتخليكوا تفهموا اللي مكتوب. لكن ما عملش كده. يقول الكتاب بعديها: ثم ابتدأ من موسى ومن جميع الأنبياء يفسر لهما الأمور المختصة به في جميع الكتب. وبعد كده تظهر كأنه منطلق معهم وتناول معهم خبز وانطلق، اختفى عنه. ايه اللي عايز اقوله هنا؟ لما تلاقي واحد محدود في معلوماته، امزه سيدك، افتح الكتاب وشارك معاه. ما تحسش انك انت احسن منه، ما تحسش ان انت بتعرف هو ما يعرفش، ما تحسسوش ان هو استيكه يعني ما فيش يعني، وانت او العريف يعني، بغض النظر انت مين. لكن في اتضاع افتح معاه الكلمة وقول له اقرأ كذا وبص الكتاب بيقول كذا وكذا وكذا. ده اللي بيطلبه مننا الرب. شوفوا أهمية فهم الكتب، انك تقدر يبقى عندك تمييز لتدرك ما يفعله الله في الحياة العادية اليومية. أما بالنسبة لتوما كلنا عارفين، قال لا، ظهر للتلاميذ ووراهم الجروح، لكن توما قال لا انا ما شفتش حاجه، ما شفتش بعناية ولمست، مش لعب. يقوم الرب يعمل ايه؟ يعمل معاه مقابله خاصه بتوما. طب يعني ده لو عنده ايمان ولا بتاعك يعني جامد كنت جزيت ايمانه يعني، لكن انت جايب الشكاك عشان تروح تقابله. شوفوا التشكيله اللي الرب استخدمها عشان يعمل بيها ايه؟ يفتن المسكونه. 12 واحد اغلبهم صيادين، ناس ضعاف جدا، عديمي العلم، وعرف، يقول أعمال الرسل لوقا يكتب لنا ويقول لنا وعرف أنهما كانا مع يسوع لأنهما كانا عديمي العلم. عرفوهم لأنهم مش متعلمين، قالك دول بتوع المسيح. صدقني مرات كتيرة مش متعلمين بيأمنوا، وثقتهم في الرب بتبقى أحسن من الدكتور القس الفلاني العلاني اللي فاكر نفسه أنه هو اللي هيفسر الكتاب المقدس. البساطة زي المريمات، البساطة، البساطة تساوي ثقة، تساوي إيمان. والإيمان مش معناها أنك تشوف حاجة، اللي بتشوفه اسمه عيان، نحن كلنا عارفين، أنا بس بكررها. لكن مع كده يقول لا بس ربنا لازم يوريني. يا عم اسمه إيمان تقول لي ربنا لازم يوريني؟ لا طب يعني حتى بس حد يكلمني يديني آية، وهو لما حد يكلمك ويديك آية، طب ما الرب يكلمك ويديك آية وكتاب مقدس بين إيديك. صدق، ثق، آمن فقط. الحياة المسيحية مش لعبة، مش هو زي ما بيقولوا يعني، مش كل اللي دخل الجراج بقى عربية. هم بيقولوها الأمريكان حاجة تانية، يقولك مش كل واحد دخل الاسطبل يبقى حصان.
مش كل واحد داخل الكنيسة اسمه مؤمن، مش كده؟ لكن ده احنا اسمنا مؤمنين، اي اللي بيصدقوك. لما المؤمن لا يؤمن تبقى فضيحة. اتنين من التلاميذ اتشتموا والسلك بتاعهم ضرب وخدوا درس كتاب، ابتدأ من موسى والانبياء، رجع للعهد القديم بقى ابتدى يشرح لهم. انا ما اعرفش خدت قد ايه، لكن الوقت كان ليل، وبعديها قالوا ان نكسر خبز وبتاع اختفى. لو انا قلبي بطيء في الايمان، لو انا غبي زي تلمذي عمواس في الايمان، عندي رجاء في المسيح، ممكن يعلمني، ممكن ينزل لي، ممكن يحسن الي بغض النظر انا مين وفين وما هو موقعي في الايمان في الجسد، سيقترب ويصحح ويصلح. ايه الرساله اللي بتدي لنا بعد الشفاء اللي عمله المسيح بالقيامه؟ يستطيع ايضا ان يشفي الخائف، ان يشفي الخائن، ان يشفي المتشكك، ان يشفي الباكي الذي لا يستطيع بسبب دموعه ان يرى الامور جيده. يستطيع كل شيء. بالنسبة للمؤمن يقول الذي مات لأجل خطايانا وأقيم لأجل إيه؟ تهيألي بقى كلمة التبرير دي عرفتوها 100%. أنا قلتها على الأقل 4 مرات قبل كده، وقالها لنا الأخ وصي بطريقة كمان 5 المرة اللي فاتت. تبرير يعني إيه؟ يعني مش بس تبررت، بقيت righteousness right with God، بقيت صح متبرر بريء أمام الله، لكن ده كأنك لم ترتكب شيئا في حياتك. هذا هو التبرير، محو كل السجلات القديمة. إيه الكرامة وإيه الجمال وإيه الحب اللي بيدهولنا ده؟ ده أنا مرات كتيرة أقول له إذا جاز التعبير يعني، الله يكون في عونك إنك مستحملني، عارفنا كويس قوي قوي قوي، وعارف الشروة خسرانة، دايما نقول كده، وبرضو اشتراها لأنه كان شايف أنه هيعمل منها حاجة تاني خالص. هذا هو إلهنا الحي المقام من الأموات. ولما أقام يقول لنا في أفسس، وأقامنا نحن أيضا معه وأجلسنا فين؟ في السماوات. السماوات دي قريبة عن الأرض ولا بعيدة؟ يعني فوق ولا تحت؟ فوق، فوق وبعيدة. فلما تبص من فوق، لو أنت أجلست، لو أنت جالس معاه فوق، لو قاعد فوق، عارف الأرض هتبقى قد إيه؟ كلك ركبتوا طيارات ولا ما حدش فيكم كان جه هنا؟ وانتوا راكبين الطيارة فاكرين المنظر، الحاجة عمالة تصغر لحد ما تختفي. أجلسنا معه في السماويات، يعني أنا جالس فوق، الأرض صغيرة قوي، اللي بتشوفه مش قادر تشوف تفاصيله. العربية تلاقيها خط كده ماشي على فري واي، حتى لو انت واطي شوية. المؤمن اللي ارتبط، مات بالإيمان وقام مع المسيح وصعد مع المسيح بالإيمان، يجلس في مكان أعظم من الأرض. كانت أختي بتشاركني عن أخت حبيبة سافرت، كانت موجودة معانا هنا بدون ذكر الاسم، وقعدت في مصر ورجعت جاية زيارة وماشية تاني. فبتقول لي فلانة مستغربة عليها من ساعة ما رجعت مصر وهي دايما ماشية بصة تحت. فسألتها قالت يا فلانة انت طول ما انت ماشية ليه بصة؟ قالت لها انا وقعت كذا مرة، الدنيا دايما هناك حفر وطوب وبتاع، فتعودت تمشي كده. في ناس تعودت تمشي وعينيها في الأرض. النهاردة الرب يقول لنا الصورة مختلفة، انت قاعد فوق، انت قاعدة فوق، واللي قاعد فوق يبص لتحت،
مش يبقى تحت وبص فوق، لا ده قاعد فوق والأرض هي اللي تحت، الأرض هي اللي صغيرة، الأرض هي اللي حجمها رجع لطبيعته. هذا هو المؤمن الذي ارتبطت حياته بحياة المسيح. إيه رأيكم لو عندك أو عندك النهاردة خوف أيا كان سببه، خوف من المستقبل، خوف على صحتك، خوف على أي على أولادك، أيا كان الخوف اللي عندك، أقف على رجليك هنصلي مع بعض. اللي عنده خوف وعايز الرب ينزعه أقف على رجليك أيا كان الخوف. اللي حاسس أنه أمام الله لا يستحق مثل بطرس، أنا أنكرتك كذا مرة ومخون قلبي ومحتاج تتعامل معايا زي ما تعاملت مع بطرس، أقف على رجليك. ياللي مش فاهم حاجات كتيرة في كلمة ربنا، ولأنك مش فاهم حاجات كتيرة مش بتصدق حاجات كتيرة، فالإيمان مش متمكن مني لأني مش مصدق كل اللي اتقال، مع مرات كتيرة بشك فيه وبفصل معاه، وعايز الليلة زي ما تقابل المسيح مع تلميذي عمواسي تقابل معاك النهاردة، أقف على رجليك. أمين. خلينا نصلي مع بعض. هطلب من باقي الموجودين يتكرموا بالوقوف. يا رب، يا من أوجدتنا، يا من نفخت فينا نسمة حياة وأوجدتنا ثم غيرتنا ودفعت ثمن أبديتنا بحياتك، حينما أهرق دمك أي أهرقت حياتك على الصليب من خلال الابن يسوع المسيح أيها الآب السماوي، شاكرين محبتك وفضلك ولطفك وإحسانك، شاكرين عمل نعمتك وخلاصك اللي غير حياتنا، محى الماضي وشال السجل المشين بتاعه ودانا مضارع موجود أنت معنا فيه وضمن لنا أبدية حتى بعد أن تنتهي هذه الحياة. بنضم يا رب أنا مع إخوتي وأخواتي الماثلين والواقفين أمامك في هذه الليلة يا رب، سواء ما كان يمسك بالقلب خوف، خوف على المستقبل، خوف على الصحة، خوف على الأولاد، خوف على شريكة الحياة أو شريك الحياة، أيا كان الخوف يا رب، مكتوب والخوف له عذابات، والذي أيضا يا رب يشعر مرات كثيرة بانعدام الثقة والإيمان فيما تقوله فيتحرك بالعيان، وكل من ملأ الحزن عينيه بالدموع، كل أخ كل أخت كل ساجد كل ساجدة ماثلين أمامك الآن يا رب، أنت ترانا كلنا، أنضم معهم يا رب وأضم قلبي وطلبتي إلى قلوبهم وطلباتهم، لنرفع كلنا وجوهنا نحو السماء ونقول لك تنازل يا رب بالروح القدس بعمل إلهي يصل إلى أعماق وسرائر سريرة النفس من الداخل، فنخرج وقد لمسنا روحك القدوس نازعا الخوف والشك والحزن والقلق والاكتئاب، ليتمجد يسوع فينا ونظهر نحن يسوع حينما نتكلم مع الآخرين.
ثبت كلمتك في القلوب، عطشنا للكلمة، افتح أذهاننا وأذاننا وعقولنا لكي لا نكون بطيئا الفهم في الإيمان، لكن نبقى مستعدين دايما يا رب ببساطة الأطفال أن نمسك ونثق ونتيقن مما قلت. لمسة لكل قلب ماثل أمامك الآن، ولكل نفس تتمثل فيها عائلة أيها الرب الإله. لمسة أيضا لكل جسد متعب يا سيدي بقوة عمل الصليب، مكتوب الذي بجلدته شفيتم، دفعت الثمن، فمد يدك الآن لكل جسد متعب بلمسة إلهية شافية. باسم يسوع المسيح النصيري نصلي لك المجد والكرامة والعظمة إلى الأبد، آمين. يسوع حي فيا، يسوع حي فيا، فذا نشيد قلبتي، يسوع حي فيا، يسوع حي فيا، يسوع حي فيا يسوع.